لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون ويا أشبال الإسلام والمسلمين، أنتم تعرفون معرفة تامة أن هذه الحفلة الكريمة المباركة الطيبة الوثيقة الأسبوعية البائزة التي تنعقد في المدارس الإسلامية الدينية، الأخ الصغير محمد جناد أن يأتي ويتلو بآيات عديدة من القرآن الكريم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما أحسن به التلاوة بصوت جيد طيب. بعد ذلك أدعو صديقا من أصدقائنا وزميلا من زملائنا، أعني الأخ العزيز محمد أنس، أن يأتي وينشد أنشودة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشر ما فر ملي جي مري دوستو بس يلي غبيا ماخري آخري. أشر ما فر ملي جي مري دوستو. محمد حارس أن يأتي ويلقي خطوة وجيزة. أنا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما علينا إلا البلاغ المبين. لله عباده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع الدنيا دار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العلي العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وزيجة حول الموضوع الدنيا دار الامتحان. يا أيها الحاضر الكرام، لقد جعل الله هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وجعل الآخرة دار جزاء وثواب، وأمرنا في الدار المسابقة للخيرات، كما قال ربنا: فاستبقوا الخيرات إلى آخر آية. وما علينا إلا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العلي العظيم.